مرحبا بكم في مقطع فيديو تعليمي آخر. اليوم سوف نقوم بالتعرف على كيفية توصيل المفتاح X بالحاسوب الخاص بك. كل ما عليك فعله هو أن تستخدم وصلة الـ USB، وذلك بإدخال النهاية المربعة في المفتاح X والنهاية المسطحة في الحاسوب. سوف تلاحظ أن الأزرار الخاصة بالمفتاح X سوف تقوم بالوميض بعد ذلك، ذلك يعني أنه يعمل. حسناً، سوف أراكم في المقاطع المقبلة، حيث أننا سوف نقوم بالتعرف على جميع الخصائص التي يمكن استخدامها عن طريق المفتاح X.